النهارده، والمهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء بيترأس اجتماع الحكومه الاسبوعي لمناقشته لعدد من الملفات الاقتصاديه والاجتماعيه، ومنها ملف طرح السندات الدوليه. طبعا طرح ملف السندات الدولارية واحد من أهم الملفات اللي هيتم مناقشتها النهاردة. كمان رئيس الوزراء ترأس امبارح اجتماع للجنة العليا للإنتاج، واجتماع بشأن الاستعداد لمخاطر السيول بالمحافظات، ووجه المحافظين بمراعاة الإبلاغ المبكر للأرصاد ومركز التنبؤ لوزارة الري وتحديد المناطق المهددة، أيضا مراجعة منسوب المصارف والترعة بشكل دوري، ووجود خطة طوارئ وغرف عمليات بشكل مستمر بداية من أكتوبر القادم، وشراء أيضا سيارات شفط المياه وجميع المعدات وتحسين شبكة الاتصالات خاصة في محافظات الصعيد، تكثيف شتى الجهود لإنهاء المشروعات خاصة في منطقة رأس غارب والبحيرة، ورفع تقرير دوري خلال 3 أسابيع بالانتهاء من جميع تلك الأعمال. للمزيد من المتابعة معنا على التليفون دكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل بجامعة القاهرة. دكتور صباح الخير، وتحديدا فيما يتعلق بطرح سندات دولارية، احنا هنا بنتكلم عن واحدة من أكبر عمليات الطرح، بنتكلم عن أعتقد من 3 ل 4 مليار دولار. السوق هنا منقسم ما بين من يؤيد هذه الخطوة باعتبار أنها بتوفر السيولة المالية في من العملة الأجنبية، بالتالي بيأثر بالإيجاب على السوق، كمان بتعكس ثقة المستثمرين، أما الرأي الآخر المتخوف من فكرة زيادة الدين الخارجي بالعملة الصعبة. حضرتك شايف إزاي الاتجاهين؟ صباح الخير، تحياتي لحضرتك والسادة المشاهدين. بالتأكيد وجهتي النظر لهما منطقهم، لكن لما الحقيقة بنفند الأمور أتصور أنه الصورة بتتضح بشكل كبير. خلينا نقول بس في البداية أنه الطرح الجديد هو الطرح الثالث. أستاذ حضرتك تعالي الصوت شوية. طيب خلينا نقول انه القرح الجديد المزمع الحقيقه انه يكون خلال الاشهر القادمه هيكون القرح الثالث. احنا سبق لينا منذ بدايه برنامج الصحه الاقتصادي طرحين 3 مليار و4 مليار، والامر الجيد انه مع كل طرح جديد شروط الطرح بتتحسن في مصلحه الاقتصاد، لانه الحقيقه الحد الاقصى لسعر الفائده في الطرح الاول كان 8.5%، الطرح الثاني كان الحد الاقصى لسعر الفائده 7.5%، الطرح الجديد اتصور هيقل ايضا عن هذا بكثير في ظل تحسن مؤشرات الاقتصاد الكل. احنا بنتكلم عن ان مدته 30 سنه؟ لا، ما احنا خلينا نشير انه الطرح الاول والثاني كانوا متفاوتي اجل الاستحقاق، كان عندنا 5 سنين وكان عندنا 10 سنين وكان عندنا 30 سنه، وبالمناسبه الطرح اللي هو الخاص بال 30 سنه ده اللي الحقيقه كان عليه اقبال كبير، وده معناه انه درجه الثقه في الاقتصاد المصري على مدى الفتره الزمنيه الطويله جيد للغايه، وده بالتاكيد بيعطي مزيد من الثقه للدوله ولنظره المجتمع الدولي لها. بالتاكيد الطرح الجديد هيكون ايضا متنوع في اجال الاستحقاق، واتصور انه هيكون ايضا في الطرح اللي هو مدته 30 سنه، لانه ده بيعطي طمانينه للاقتصاد. احنا هنا بنتكلم عن طرح بالدولار واليورو ايضا، مش كده؟ صحيح، والحقيقه هو خطه الحكومه خلال العام القادم هيكون في طرح قد يصل لحدود 10 مليار دولار، واتصور انه مزيد من الطروحات الحقيقه اتصور انها مش هتكون مزعجه قوي للاقتصاد، لانه طالما الوضع الاقتصادي بيتحسن وطالما تدفقات النقد الاجنبي بتسير بشكل طبيعي ومش من جراء. امال التخوفات يا دكتور من ايه؟ يعني الناس اللي بتتخوف من زياده الدين الخارجي نتيجه هذا الطرح ده بسبب ايه؟ لا، ما هو خلينا شيء انه زياده الدين الخارجي بالتاكيد امر مزعج، لكن خلينا نقول احنا ليه بنستزيد في التمويل من الخارج؟ لازم تمويل، الامر الاول انا محتاج مزيد من التمويل بالنقد الاجنبي، وده بالتاكيد هيجي لي من الخارج. الامر الثاني انه ده خاصه انه عندي فجوه في التمويل بالنقد الاجنبي بتصل في حدود 10 مليار دولار سنويا، وانا محتاج اغطي هذه الفجوه كي يستطيع الاقتصاد المصري ان يحقق اهدافه ما يتعلق بمعدل النمو وما الى ذلك. الامر الثاني انه بالتاكيد مزيد من الطرح ده طالما انه صافي الاحتياطي من النقد الاجنبي بيتزايد وبشكل متتالي، فده بيعطي مزيد من الطمانينه انه اي التزامات على الاقتصاد المصري. طيب بس يا دكتور لو سمحت في الجزئيه دي، كون ان احنا بنطرح بالدولار واليورو ده معناه ان احنا بنسدد ديون في الوقت ده، فوائد ديون اجنبيه؟
مش بس فوائد وعصات وكمان ودائع حل اجل الالتحاح. فاحنا الحقيقه بنستبدل مديونيه بمديونيه وده عادي وطبيعي. والحقيقه انا بستبدل ادوات تمويل قصيره الاجل بادوات تمويل متوسطه وطويله، وده الحقيقه بيعطي طمانينه، لانه خلينا نشير انه جزء كان مهم من الودائع اللي تلقتها مصر خلال الثلاثه اعوام الماضيه كانت هي اجل استحقاقها قصير. فمساله ان انا استعيد باجال استحقاق متوسطه وطويله وفي اطار اكثر في الاسواق الدوليه، ده بالتاكيد ايضا بيجعل مصر موجود على خريطه الطروحات الدوليه. امال امتى بنتكلم عن سندات اجلها 45 يوم؟ لا، هو ما فيش سندات اجلها 45 يوم. تمام. عاده هي السندات طويله الادى، يعني احنا الا لو حضرتك بتتكلمي على اذون خزانه، واذون خزانه الحد الادنى ليه اجل استحقاق 91 يوم مش 45 يوم. تمام. فالسندات طبيعتها انها ذات اجال متوسطه وطويله، ومزيد من الاستدانه في هذا الامر الحقيقه طالما انه صفقات النقد الاجنبي بتسير بشكل طبيعي، طالما انه صافي الاحتياطي من النقد الاجنبي زيادات متتاليه، وطالما ان الوضع الاقتصادي بيتحرك في الاتجاه الايجابي، يعني حجم الاقتصاد بيكبر، المعدل النمو الاقتصادي بيتزايد، درجه الانتعاش بتتزايد، درجه الثقه والكفاءه بتتزايد، يبقى مزيد من الاستدانه طالما انه ما زال في مصادر يمكن ان تغطي هذه الاستدانه والتزامات مصر الخارجيه، يبقى ما فيش مشكله. دكتور هشام، رئيس الوزراء برضو كان ليه تصريحات على أهمية تذليل وتيسير مشاكل المستثمرين وجذب الاستثمارات، وأشار إلى أهمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. بتشوف مدى أهمية هذه المنطقة في إنعاش الاقتصاد المصري؟ بالتأكيد دي مسألة مهمة للغاية، لأن كل التقديرات بتشير لأنه أو كمان الدراسات تشير لأنه هذه المنطقة سوف تستحوذ أو تساهم بما لا يقل عن 25% من حجم الاقتصاد المصري. والحقيقة أصبحت هذه المنطقة بعد استكمال كل الخطوات التأسيسية خلال العامين الماضيين، سواء ما يتعلق بإصدار عدد من التشريعات، تحديد الحيز الجغرافي، تشكيل مجلس إدارة لهذه المنطقة، تعديلات في قانون المناطق الاقتصادية 23 سنة 2002، وصولا بقى إلى تجهيز المنطقة ككل، تقسيمها، تحديد الأنشطة الأكثر مناسبة لكل مكان، والاتفاق مع عدد من الدول سواء كان الصين أو روسيا أو غيرها لإقامة مناطق صناعية بهذه المنطقة، وتطوير المواني البحرية بشكل اللي يخدم مزيد من الإنتاج يمكن أن يخرج من هذه المنطقة، مزيد من التسويق لهذه المنطقة خارجيا. والحقيقة درجة التنسيق عالية جدا فيما بين الفريق مهيب بميش ووزير الاستثمار. حضرتك إزاي شايف عودة مصنع مرسيدس مرة تانية، شركة مرسيدس العالمية ترجع تصنع من جديد، تجمع السيارات في مصر في منطقة في محور قناة السويس؟ حضرتك شايف الخطوة دي إزاي، معناها إيه، وإلى أي مدى بتدي إحساس بالثقة في الاقتصاد المصري؟ بالتأكيد معناه جيد للغاية، لأنه الحقيقة مرسيدس خرجت في ظل ظروف ما يتعلق بتحويلات النقد الأجنبي، كان في الحقيقة عدد من القروض كانت موضوع على النقد الأجنبي قبل قرار تحرير الصرف. الحقيقة كان أزمة الصرف كانت ضغط على الجميع بما فيهم الشركات الأجنبية، لكن في ظل أنه النقد الأجنبي وسوق الصرف أصبح ليس به مشكلة، وتصور أنه هذه المشكلة لن تعود، لن تتكرر مرة أخرى، يبقى ما فيش مشكلة أنه الشركات العالمية تعود مرة أخرى وتعود بشكل مختلف، لانه في منطقه واعده مش بس هتخدم على مصر، لكن كمان هتخدم على المنطقه الافريقيه بالكامل. وبالتالي اتصور ان عوده الشركه هيكون باحجام مختلفه كثيرا عن احجام الانتاج اللي كانت بتعمل عليها قبل خروجها، وبالتالي ده هيكون مزيد من القوه للشركه ومزيد من القوه للاقتصاد. شكرا جزيلا لحضرتك دكتور هشام ابراهيم، استاذ التمويل بجامعه القاهره.